Donc, salam alaykoum, marhaba b'talaba de la première année de module analyse 1. Donc, pour la vidéo, chabab, on va essayer de faire les examens qui sont à la chkel des questions. Mtchafqin donc, il a la chouf la playlist, donc raha kam l'om kumbula, dana khdemna fa l'cours, khdemna fa hcha des exercices, n'est-ce pas la partie. Donc d'abord on a les examens khdemna. Donc d'abord on va nkhdmo واحد الشكل اخر من لي زيكزامان اللي كيكون على شكل كي سي ام. دونك غنحاول انا نطرق لجميع الاشكال ديال الامتحانات اللي قدروا يتحطوا. متفقين؟ دونك داكشي علاش غندير لكم هاد لا فيديو بالنسبه للاكزامان كيفاش الطريقه باش تجاوبوا على هاد النوع ديال الامتحانات اللي كيكونوا على شكل كي سي ام. Et voilà, donc l'exercice qui compte tout à l'aide. Donc, je vais vous dire que le chabab, ما متاكدش من الجواب، بينما هو راه خاصك تعطيه وقته و تخدمو على حقه وطريقه كما كنقولوا. تجبد ورقه وسيلو ورقه الوسخ ودا تخرج في التمرين ديالك. متفقين؟ دونك غنشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذا النوع ديال لي زيكزيرسيس. انا ما بغيت نخليكم محتاجين لحتى حاجه باش تفاليديو ان شاء الله بنقطه مزيانه. دونك يعني اي نوع ديال لي زيكزيرسيس حط لكم تجاوبوا. دونك ما تو واحد ما يتدهش الى جه شي نوع ديال الامتحانات اللي غريب عليه. دونك انا حاول نحط لك جميع الانواع. دونك نحاولوا نقراو ليكزيرسيس ديالنا. قال لك سوا ا شرقين عطاونا ا ان نومبر بوزيتيف، هو واحد العدد اللي هو بوزيتيف كونستانت. ركز معايا هنا، هاد كونستانت راه مهم بزاف. كونستانت يعني هذا واحد العدد بحال واحد ولا جوج بحال بحال. كونستانت لا ديريفي دو لا فونكسيون اف ديفيني بار، ما عطاوك لا فونكسيون، قال لك ديفيني بار اش بار اف دو اكس ايتيغال ا لا بويسونس اكس، وعطاوك هنا واحد الاختيارات ديال الديريفي ديالنا. دونك قال لك دونك لا ديريفي ديال لا فونكسيون يا اما غتساوي لينا ln ديال a اكسبونونسيال ديال x، ولا او بيان b غتساوي لنا x اكسبونونسيال على بويسونس x موان 1، ولا غتعطينا الاختيار ديال c اللي هي ln ديال a اكسبونونسيال على بويسونس x ln ديال a، او بيان d اللي هي ديريفي ديال لا فونكسيون تخرج لينا كتساوي a على بويسونس x اللي هي نفسها. دونك غتحاولوا الشباب باش ديروا دابا توقفوا لا فيديو وتحاولوا تخرجوا لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي، و ردوا البال واحد الحاجه، واحد لانديس اللي عطاوه لكم بلي ا راه ان نومبر بوزيتيف، هو واحد العدد اللي هو كي كنقولوا موجب و كونستانت و راه ثابت. متفقين؟ دونك حاولوا توقفوا لا فيديو هنايا بالضبط وتحاولوا تخدموا ليكزيرسيس ديالكم باش نحاول نوريكم كيفاش السوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس، كيفاش الطريقه باش غتجاوب بيان. دونك كنتمنى تكونوا وقفتي لا فيديو هنايا وبشيتي خديتي ورقه والسيلو وحاولتي مع التمرين، حاول دار معاه. انا غنوريك لا سوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس وكيفاش لا ميثود باش انك ما تبقاش غير تمشي وتزرب وتكوشي على شي هذاك الشيء اعتباطي وتكوشي على مثلا بي ولا ا. دونك خاصك تكون هذاك الشيء اللي خرج لك في ورقه الوسخ هو اللي يكون عندك في هاد الاختيارات هذا. الا ما كانش تما عرف راسك راك غلط. متفقين؟ يلا وقفوا لا فيديو هنايا وخدموا ليكزيرسيس. دونك دابا من بعد ما انك كوشيتي ولقيتي الجواب ديال لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اللي هي ا على بويسونس اكس، دونك كنتمنى تكون كوشيتي على شي حرف هنايا. دونك خلي عندك الجواب باش نحاولوا نجاوبوا على هاد ليكزيرسيس. دونك سوليسيون نحاولوا نشوفوا كيفاش غنجاوبوا على هاد
النوع ديال التمارين. بيان، دونك بالنسبه للسوليسيون غنبداو اول حاجه اشنو قالوا لينا. اون لا فونكسيون ديالنا مع رفع على الشكل هي ا لبويسونس اكس، وحنا عارفين باللي ا راه واحد كونستانت، متفقين؟ ها يعطاو علينا ا ان نومبر بوزيتيف كونستانت. ها دابا هنا غنحاول انا نغير الشكل ديال لا فونكسيون، باش غنحاول ندخل الالين والاكسبونسييل، يعني بحال ما غندير التغيير. شنو غندير؟ دونك غنحاول ندخل الاكسبونسييل على لا فونكسيون ونعاود ندخل الالين ا على بويسونس اكس على هذا الشكل. دونك بحال ما درتش والو، حيت الاكسبو كيمشي مع الالين، هادشي كلنا عارفين. دونك دابا حنا كنعرفوا واحد القاعده اللي اش كتقول لينا، باللي الا كانت عندنا الان ديال مثلا بي على بويسونس ان مثلا، اش كتساوي هادي؟ هاد البويسونس كيهبط كيولي ان الان ديال اش؟ ديال بي. هادي قاعده كنا عارفينها، عرفناها من يامات سيزيام و سانكيام و الباك. دونك دابا هنا غنحاول نستغل هاد القاعده هنايا، شنو غيطرى؟ هاد بويسونس ديال اكس هيهبط، دونك لا فونكسيون اش غتولي عندنا كتساوي هي اكسبونسييل ديال اكس الان ديال اش؟ ديال ا. دابا ها لا فونكسيون كي ولات عندنا، متفقين؟ ها هي باش كلشي يشوف، ها لا فونكسيون كيفاش ولات عندنا. دابا اجي معايا نحاولو نديرو ليها ديريفي، يعني من بعد ما بسطنا الداله ديالنا نحاولو ندير ليها ديريفي ديالها. اف بريم ديال اكس شنو غتساوي؟ ديريفي ديال هادي هي اكسبونسييل ديال اكس الان ديال ا لو تو بريم. دونك متفقين، حنا اش كنعرفو؟ واحد القاعده اخرى الشباب، اي على بويسونس اي ديريفي ديالها راه هو كنشدو هادشي اللي كاين في اي كنديرو ليه الديريفي، وكيبقى عندنا اكسبونسييل ديال اي راسو. هادشي نفسو غنطبقوه هنايا في هاد لا فونكسيون. دونك الا طبقناها في لا فونكسيون اش غتولي عندنا؟ بالنسبه لهاد اي هادي راه هي اكس الان ديال ا، دونك الديريفي ديالها دونك اف بريم ديال اكس ديال اش؟ ديال هادي، دونك هاد اكس الان ديال ا الديريفي ديال الراسه اكس الان ديال ا لو تو بريم على هاد الشكل اكسبونسييل اكس الان ديال ا، غتبقى عاديه ما فيها لا ديريفي لا والو. دابا هنا الا كانت عندنا واحد اكس الان ديال ا بريم، شنو كتعطينا في الشقاق؟ حنا كنعرف الا كانت عندنا ديريفي ديال جوج ديال لي فونكسيون مثلا اي و في، اش كنديرو؟ كنديرو لا ديريفي ديال اي فوا في زائد لا ديريفي ديال اي فوا في بريم. هادشي غنطبقو هنا. دونك شنو تساوي لينا؟ اكس بريم الان ديال ا اكسبونسييل ديال اكس الان ديال ا زائد هاد المرة الان ديال ا، يلا نديرو لها الديريفي اكس اكسبونسييل ديال اكس الان ديال ا. هنا اش كنلاحظو؟ بلي عندنا لا ديريفي ديال واحد لا كونستانت، حيت عندنا ا كونستانت و الان كونستانت، دونك لا ديريفي ديال واحد لا كونستانت كتمشي لاش؟ للزيرو. هادشي كنا عارفينه، زيرو في اكس اكسبونسييل اكس الان ديال ا تمشي كلشي للزيرو. دونك اف بريم ديال اكس اش كتساوي؟ لا ديريفي ديال اكس هي واحد، دونك غتبقى عندنا الان ديال ا اكسبونسييل ديال اكس الان ديال ا، وهذا هو الجواب ديالنا. بيان، دابا اش غنحاول ندير؟ غنحاول نرجع ونشوف نكوشي على الجواب الصحيح. نرجعو دابا، دونك دابا نحاولو نشوفو فين كاين. دونك ا ماشي هو، دونك بي ماشي هو، دونك سي هو هذا الجواب ديالنا، وغنشد غنكوشي على الجواب الصحيح على هاد الشكل هذا، وغتاخد النقطة ديالك كاملة مكمولة. بيان، دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا الطريقة ديال هاد النوع ديال لي زيكزارسيس. دابا نحاول نزيدو شي نوع اخر ديال لي من هاد النوع ديال كي سي ام شي اكزارسيس اخر. يلا شباب نحاول نشوفو لا دوزيام كي سي ام.
اللي هو محطوط على هذا الشكل هذا. دونك الى لاحظتوا هذا الكيسي ام نيميرو 2 غنشوفوا فيه لا سويت نيميريك. دونك غنشوفوا هاد لا سويت هادي كيفاش نعرفوها، واش سيتي سويت اريتميتيك او بيان سيتي سويت جيومتريك. دابا غنحاولوا نشوفوا الاكزرسيس ديالنا اش يقول. قال لك سوا لا سويت الي ان افيك ان ابارتيان ا ان اي ديفيني، يعني معرفه بار ln ديال اي ان بلس 1 ايتيغال ln ديال اي ان بلس 1 تافقين. دونك كلك سوا ان ابارتيان ان. دونك هنا قال لك في السؤال ديالنا قال لك كيلي لا ناتشير، شنو هي الطبيعه ديال هاد لا سويت، كما قلت لكم هو جيومتريك ولا اريتميتيك. دونك عطاك هنا واحد الاختيارات، واحد لي 3 ديال الاختيارات ديالنا. دونك قال لك في ا قال لك جيومتريك وديال قال لك جيومتريك دو ريزون كي ايتيغال ا او. دونك كي اللي غيسولني على شنو هو لا ريزون هو الاساس. دونك بي قال لك جيومتريك دو ريزون كي ايتيغال ا 1 و سي اريتميتيك دو ريزون ار ايتيغال ا 1. دونك انت غتحاول بورقه كما كنقولوا ديما ورقه الوسخ والسيرو وتحاول تعرف هاد لا سويت كي دايره وتحاول تجبد الاساس ديالها لا ريزون ديالها. متفقين؟ دونك غنحاول حاول تحبس لا فيديو هنايا باش تحاول تخدم ليكزيرسيس ديالك وباش ملي تشوف السوليسيون تستافد كثر. متفقين؟ يلا نحاولوا دابا. دونك كنتمنى تكون حبستي لا فيديو وخدمتي ليكزيرسيس باش تستافد. راه لما خدمتيش وكنتي غير كتفرج ما تستافد حتى لعبه. دونك نحاولوا نشوفوا كيفاش نجاوبوا على هاد ليكزيرسيس هذا. يلا دونك اول حاجه دونك حنا نكتبوا في لا سوليسيون. دونك يلا اول حاجه قلنا حنا عارفين اون لا فونكسيون ديالنا ديفيني بيان لا سويت ديالنا ديفيني بار ln ديال اي ان بليس 1 تيكال ln ديال اي ان بليس 1 على هاد الشكل هذا كيلك سوا ان ابارتيان ان. دابا هنا بشويه علينا دونك شنو غنحاولو؟ غنحاولو هاد الطرف نديو في الجهه الاخرى. دونك شنو غتولي عندنا؟ ln ديال اي ان بليس 1 موان ln ديال اي ان ايتيغال 1. متفقين على هادي؟ هنا كلنا كنعرفو واحد القاعدة ln ديال a موان ln ديال b راه هو ln ديال a سيغ b. هادي كلنا عارفينها بيان. اجي نطبقوها حنا عندنا هنا. دونك شنو غتولي؟ غتولي ln ديال en بليس 1 سير اي لي ان ايتيغال 1 حتى لهنا مزيان. دونك دابا اش غنحاولو ندخلو؟ ندخلو ليكسبو على الطرفين. دونك الا دخلنا ليكسبو غيمشي ال ان من هنا دونك غتولي اي ان بليس 1 سير اي ان ايتيغال اكسبونسييل ديال 1 على هاد الشكل بيان. دابا هنا فكروا معايا الشباب، قلنا لا غيزون شنو هو لا غيزون؟ لا غيزون قلنا هو الاساس. حنا كنعرفو بلي اي لي ان بليس 1 سيغ اي ان راه هو كي هو الاساس ديالنا، يعني ايتيغال اكسبونسييل ديال 1. وحنا اش كنقولو لهذا؟ قلنا ليه هو لا غيزون ديالنا. وبما ان لا غيزون ديالنا خرج لينا على شكل اي لي ان بليس 1 سيغ اي لي ان، دونك لا سويت كي دايره جيومتريك. دونك لا سويتش كي دايره جيومتريك، سويتش جيومتريك. دابا عرفناها بلي سيتي سويتش جيومتريك و لا غيزون ديالها اللي هو كي كيساوي لينا ليكسبو. نحاولو نرجعو الاختيارات اللي عطاونا ونشوفو فين هو الجواب الصحيح. دونك الجواب الصحيح غيكون هو الاول، ها هو قالك جيومتريك دو غيزون كي تيغال ا اكسبونسييل ديال 1. دونك هذا هو الجواب الصحيح. صافي
صافي وغادي تكوشي وغادي تاخد النقطه ديالك كامله مكموله. دونك دابا درنا واحد جوج ديال الانواع ديال لي زيكزارسيس بالخصوص ديال هاد الامتحانات اللي كيتحطوا على شكل كي سي ام. دونك انت وزهره كيقدر يتحط لك على شكل امتحان عادي، دونك اسئله وبحال يعطيك فونكسيون وتحاول تجبد لها دومين ديفينيسيون، اسئله على كما شفتوا معايا في لي زيكزامان اللي فاتوا، ويقدر يعطيك على هذا الشكل هذا، ولا عطاه لك على شكل كي سي ام. حضروا راسكم الشباب، حيت راه كتكون الدرجه ديال الصعوبه كثر، فهمتوني؟ دونك ماشي ما كنتبقاوش في ديك الطرق ديال التمارين اللي تعودنا، دونك كيكون واحد النوع جديد. اكثر الا كان النوع ديال السيستيم كنديان، يعني الا ما جاوبتي صحيح كيتنقصوا لك النقطه. دونك هذه هي الصعوبه ديال هذا النوع ديال التمارين وبيان الامتحانات. كيتحط امتحان على الشكل هذا، فيه واحد 10 ديال الكي سي ام على الشكل هذا، دونك يكون شويه قضيه صعيبه. دونك ولكن ان شاء الله غنحاولوا نطرقوا لجميع الانواع ديال الامتحانات. دونك اعانكم الله شباب، وكنتمنوا تخليوا لينا في لي كومونتير شنو هما لي موديل اللي نحاولوا نزيدوا فيهم دي فيديو جداد. دونك اعانكم الله شباب.